مبادرة حسنة هي التي قام بها بروال في المقهى تاعو، وهذه هي التوعية الحقيقية التي نتمنى أن يتوخى بها كل الشعب الجزائري. تعقيم، وحنا كذلك بدورنا أن نتفاديو كل التجمعات الكبيرة من خلال أن نهزو قهوينا قهوة نتاعنا ونروحو ديركت، ومو كل واحد يروح ماذا بنا، ينقص التجمعات اللي تكون كبيرة في إطار أي